ومع ذلك الغريب ان مفيش بلاغ واحد للنائب العام متقدم ان احنا متمولين، ولو في بلاغات محفوظه طب ما يحققوا فيها. لو في قضيه حقيقيه على حد من الشباب الالتراس، قضايا بلطجه او قضايا تجمهر حقيقيه بتخل بالامن العام لهذه البلد، تمام، او بنمتلك تمويل خارجي او داخلي، هم يروحوا للنائب العام ويتم تفعيل هذا. لكن اللي حاصل واللي هم اعلنوه ان 6 ابريل تمويلها صفر. جماعه انصار السلفيين وغيرها وغيرها وجمعيه محمد علاء مبارك دي كان بيجي لها تمويل، وده منشور في 2012 على الصفحه الرئيسيه لوزاره العدل، واللي ما تذكرش فيها اسم 6 ابريل قال لو جنبيها صفر، معدلات تمويل فيها صفر. شباب كلنا من ارض وطين البلد ديت، كلنا من اسر متوسطه واسر فقيره، مش من اسر ثريه ولا حاجه، عندنا مطالب عامه عايزين يتم تسييدها في هذه البلد من عدل وحريه وكرامه. ما تبقاش دوله للاسرياء فقط، ما تبقاش دولة يهيمن عليها سلطة واحدة فقط أو ديكتاتور جديد. حلمنا في 25 يناير 2011 كنا بنقول فيه عيش وحرية وعدالة وكرامة، ما تحققش لغاية دلوقتي، ننتظر ونناضل في الشارع إلى أن يتم تحقيق هذه المنطقة.